أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: كثير من القبوريين الذين يدعون الصالحين يحتجون بقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فما الرد على هذا؟ الرد واضح يا أخي، الوسيلة ما هي التوسل بالصالحين، الوسيلة هي العمل الصالح. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي بالعمل الصالح. الوسيلة إلى الله هي العمل الصالح الذي يقرب إليه. أولئك الذين يدعون، هذه نزلت في الذين يعبدون المسيح وأمه وعزير، يدعونهم من دون الله. الله أخبر أن المسيح وأمه وعزيرا أنهم يدعون الله عز وجل، فهم محتاجون إلى الله، فقراء إلى الله، مخلوقون. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فعيسى وأمه وعزير مخلوقون فقراء إلى الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب، لأنهم بحاجة إلى ذلك، فكيف يعبدون مع الله عز وجل؟ وقيل نزلت في أناس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن ولم يعلم هؤلاء الذين يعبدونهم. الله أخبر أن الذين تعبدونهم أسلموا وصاروا يعبدون الله عز وجل. نعم.